السلام عليكم، ازيكم شباب؟ واهلا بيكم في حلقه النهارده. مكفاها وهو بقى في حلقه النهارده يا جماعه هنتمرن تمرين الكتف بدون اي ادوات. بس لو اول مره تشوفني يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك نوتيفيكيشنز بكل الفيديوهات اللي جايه، وتديني اللايك لو عجبك الفيديو. يلا بينا نبتدي. طيب قبل اي حاجه لازم نسخن الكتف. طيب تمرين رقم واحد بتحاكي الدمبل بريس اللي احنا بنلعبه في الجيم. تعالى اوريكم هنلعبه ازاي على الحيطه. لو التمارين دي صعبة عليك في فيرجن تاني اسهل، تعال اوريكوا ازاي. ممكن تلعب الفيرجن السهل او الصعب، ده بيتوقف عليك انت. بس لو قشطة، لو عايز تلعب سوبر ست ممكن تلعب التمرين دي في التمرين دي. هنلعبها 3 مجاميع، يلا بينا. عايز اوريكم حاجة، بصوا من الجنب وانت بتلعب الكتف خلي دايما ظهرك مفرود، يعني ما تلعبش كتف كده، الاحسن ان انت تبقى كده. شايفين الفرق من كده لكده؟ كده انت بتحمل على البنش اكتر، كده كده. مجموعة رقم 3. الأهم من التمرين يا جماعة إن أنت ما تبقاش بتلعب العدة كده 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 ورا بعض ورا بعض. لازم زي ما قلت لكم المايند ماسل كونكشن، لازم تبقى بتفكر أنت إزاي بتلعب العضلة دي، وتغمض عينك كده وتحس بالالياف وهي بتتقطع، انقباض العضله هو ده المهم في التمرين، مش انك تلعب العده بسرعه وخلاص. في التمرين رقم 2 هنلعب كتف جانبي. هنلعبه بايه؟ هنلعبه بازاز الميه. تعال اوريكم ازاي. ظهرك يبقى مفروض، الازازه او الازايز او الحمل هيبقى بجنبك بالظبط. في بقى اكسبريشن مهم جدا اسمه تي يو تي، تايم اندر تنشن. ده الوقت اللي انت المفروض تفضل سايب العضله فيه تحت تنشن او تحت ضغط، وهو ده السر ان العضله بتاعتك تكبر خصوصا الكتف. تعال اوريكوا ازاي. اكيد لاحظتوا في الفتره اللي انا ببقى فيها تحت بحاول ما انزلهاش للاخر، عشان لو نزلتها للاخر
دي فترة ريست بالنسبة للعضل ومش هو ده المطلوب. مع اي حمل بتلعب بيه يا جماعة ممكن انت بدماغك تقدر تخليه صعب وممكن تخليه سهل. انا لو بلعب بيه كده هقول ايه الوزن المتخلف ده، انما لو بتلعب بالراحة وبتحس بالتمرينة صدقني هتفرق معاك. اما بقى لو انت برنس ونفسك تلعب بحاجة تقيلة بجد، فاكيد انت لو بصيت حواليك في البيت هتلاقي في حاجة، عارف انت الحاجات بتاعت امك دي، مثلا خلي بالك كويس جدا من الحاجات دي عشان بتعتبر من التراث. هنلعب بقى بالحاج ده كتف امامي، تعال اوريكوا ازاي. اهم حاجه يا جماعه ان ظهرك يبقى مفروض ومتبقاش بتتمرجح وانت بتلعب بالوزن. لو بتتمرجع كده كده هتجيب قطنية وهتشغل بقية العضلات ومش هو ده المطلوب. فظهرك يبقى مفروض. حاول تثبت فوق ثانية وتنزل. الرفعة دي يا جماعة في أي تمرين اسمها بوزيتيف ليفت، والنزلة اللي بالراحة دي اسمها النيجاتيف ليفت. النيجاتيف ليفت لازم تبقى أبطأ من البوزيتيف ليفت لو ناوي تكبر العضلة. نلعب بقى المجموعة رقم 2. اوكي يا شباب، في التمرين رقم 3 هنلعب كتف خلفي على وريكوا ازاي. اوكي هتنيل كده، هتثبت على دراعك اليمين وهتخلي رجلك الشمال ورا رجلك اليمين، ايدك اليمين فاضية اهي، ظهرك مفرود، بتوطي بترمي سمبوس وبتطلع فول رينج اوف موشن. حاولت تخلي عدد الثواني ما بين كل مجموعه والثانيه اقل ما يمكن عشان العضله تفضل شغاله على طول. لو بقى عايز تاخد التمرينه دي للنكست ليفل، ازازه الميه دي هتعمل بلاوي، تعالوا اوريكم.
لو بتحب القرود التمرينة دي هتعجبك قوي. اخر تمرينه في حلقه النهارده يا جماعه بتاكتف الكتف كله. ممكن تلعبها كده اصعب. ممكن تلعبها كده. هنلعب التمرين دي 3 مرات وكده شكرا. تعالى بقى اما نشوف الصرف باين ولا مش باين. يا باري hours later. اوكي يا شباب وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوني لايك وفي نفس الوقت تعملوا سبسكرايب للقناه لاول مره تشوفوني وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم الحلقه الجايه.